من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في باب انه ليس شيء من الحق في يد الناس الا ما خرج من عند الائمه عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف عن أبي مريم الحديث الثالث قال قال أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام لسلمة ابن كهيل والحكم ابن والحكم ابن عتيبة شرقا وغربا فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت سلم ابن كهيل والحكم ابن عتيبة وقيل عيينة كان من البترية أو من البترية ولعل الضم أشهر والبترية أو البترية هم قوم خلطوا بولاية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ولاية الشيخين وبعضهم كانوا من الزيدية لأن الزيدية ينقسمون إلى قسمين يعني أهم مذاهبهم بترية وجارودية البترية يوالون الشيخين والجارودية يتبرؤون من الشيخين ف سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة أو عيينة هذان كان يصدان عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام وكان يطلبان العلم من غيرهما وهما لم يكونا من الزيدية كان من فقهاء العامة لكن كانوا يرون امامه زيد ايضا على كل حال اذا كان من البتريه او البتريه الامام الباقر عليه الصلاه والسلام قال لهما شرقا وغربا تروح للشرق تروح للغرب ما دام تركت الصراط المستقيم فلا تصل الى نتيجه اذا تريد العلم الصحيح لازم تجي تاخذ من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. لانهما قرين القران. اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي هذا هو الحديث المتواتر الصحيح. وقد ورد في الصحاح السته للعامه خمس مرات بألفاظ مختلفه. اما ما رووه من كتاب الله وسنتي فهذا موضوع وحتى حسب مبانيهم الرجاليه لا سند له لانه مرسل. الرسول لم يقل كتاب الله وسنتي وانما قال كتاب الله وعترتي. لماذا لم يذكر السنه؟ لان العتره هي التي حفظت السنه. أما ما لم يخرج من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهو باطل ليس بعلم قاله رسول الله صلى الله عليه وآله شرق وغرب يريد يقول أنه أنت طريقكم مو على الطريق المستقيم إما شرق إما غرب فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب عن أبي بصير قال: قال لي يعني الإمام الباقر قال له كما رواه الكشّي أيضاً: إن الحكم ابن ابن عتيبة أو عيينة ممن قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فليشرق الحكم وليغرب اما والله لا يصيب العلم الا من اهل بيت نزل عليهم جبرائيل. الاستشهاد بهذه الايه معناه انه منافق، لان هذه الايه نزلت في المنافقين، ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذا الذي يدعي العلم إذا ترك الأئمة من أهل البيت عن عمد وعناد هسه واحد يقول شنو مصلحة في تركهم الجواب لأن السلطة كانت تخالف الأئمة عليهم الصلاة والسلام سلطة بن امية، سلطة بني العباس، والمنافقون انما هم مع السلطة، اذا واحد ضد السلطة يبتعدون عنه، حتى لو اذا علم اذا علموا انه على حق، احيانا يكون من الحسد، يعني حينما جاء رسول الله صلى الله عليه واله الى المدينة واليهود الذين كانوا قد سكنوا في المدينه لانهم علموا ان النبي سيكون من المدينه او في المدينه، ووجدوا اوصاف الرسول في توراتهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، يعني مكتوب باسمه ووصفه، شافوا الاوصاف تنطبق على رسول الله محمد صلى الله عليه واله. لكنهم أنكروا نبوته وحرفوا في الكتاب الشيء اللي كان مكتوب في الكتاب في التوراة مسحوه كتبوا فيه شيء آخر لماذا؟ يعرفون, يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها حسد وبغي لذا واحد لا يقول أنه فلان مثلا في التاريخ كان له علم كثير لكنه كان يعارض الأئمة من أهل البيت هو عند علم كثير ويعارض الأئمة معناه أنه منافق معناه أنه يحسدهم إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على فليشرق الحكم وليغرب أي مكان يريد يروح يخلي يروح إذا يريد العلم لازم يجي منه أما والله لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرائيل يعني نزل على جدهم جبرائيل وجبرائيل نقل ذلك العلم إليهم الحديث الآخر الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام عن شهادتي عن شهادة ولد الزنا تجوز فقال لا قلت ان الحكم ابن عتيبه يزعم انها تجوز فقال اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم وانه لذكر لك ولقومك فليذهب الحكم يمينا وشمالا فوالله لا يؤخذ العلم الا من اهل بيت نزل عليهم جبرائيل افتى الحكم بفتوى خلاف ما أنزل الله. وطبعاً الفتوى بخلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى من أكبر الكبائر، لأن الذنوب هي كلها عظيمة، لأنها ذنب العظيم عظيم، لكن هذه الذنوب الله سبحانه وتعالى قسمها إلى صغائر وإلى كبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والكبائر أيضا درجات. أن تغتاب مؤمنا هذا من الكبائر. أن تقتل ذلك المؤمن هذا أكبر. الفتوى بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى من أكبر الكبائر. لانها ضلال وإضلال يعني مرة واحد هو يظل هو ضال يروح في جهنم. مرة لا يظل ويظل إذا أظل الناس مو فقط هو يروح إلى جهنم مجموعة من الناس يسحبهم معه إلى جهنم الله حول فرعون يقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار البعض حسب التعبير القرآني ائمة يدعون الى النار. امام يدعو الى النار، لان الناس يتبعونه يأتمون به. لذلك العلماء الربانيون حينما يريدون ان يصدروا فتوى يراجع الادله الشرعيه من القرآن، من الروايات، من سائر الادله اذا وصل الى نتيجه يفتي. إذا ما وصل إلى نتيجة أو كانت النتيجة مشكوكة يحتاط فعلى كل حال الفتوى بغير ما أنزل الله من أكبر الكوار لذا حينما الحكم أفتى بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولم يكن له عذر في فتوى أنت بدال ما تجي تسأل الإمام من جيبك تفتي الطريق مفتوح أمامك لذا الإمام قال اللهم لا تغفر ذنبه لأن هذا صاد عن سبيل الله هذا يضل الناس هسا المسألة شنو هي هي مسألة مرتبطة بولد الزنا الطفل الذي يتكون من الزنا الشارع المقدس جعل حول المحرمات حما حتى الناس لا يقعون في تلك المحرمات فلذلك تشوف أحيانا يرتب على بعض المحرمات بعض الأمور اللي بعض الناس يستغربون عنها شنو هاي الشارع قال احنا نسلم بس احنا لا نفهم ذلك ولكن في الحقيقة ان كثيرا منها هي حصار حول المحرمات يعني مثلا الحجاب لماذا هو واجب هذا حصار عن الوقوع في الحرام لذا الحجاب لستر الزينة لسأكو بعض الناس حولوا الحجاب نفسه الى زينة وهذا خلاف ما اراده الشرع لا تنظر إلى المرأة الأجنبية النظر إليها حرام، لأن النظر سهم من سهام إبليس كما يقول الشعر نظرة فابتسامة فكلام، إلى أن يقول فموعد فختام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لا ينظر بريبة لا ينظر بشهوة لا تنظر هي بريبة لا تنظر بشهوة هسه البعض يتصور مثلا الرجال لا يجوز أن ينظروا إلى النساء بريبة وشهوة حتى بالعكس النساء أيضا لا يجوز أن ينظرن إلى الرجال بريبة وشهوة لأن هذا السهم مقدم للحرام ولا يبدين زينتهن ليش لا تبدي زينتها لأن هذا مقدم للحرام وحدة تقول انا مطمئنة من نفسي لكن الكثيرات والكثيرون ضعاف الإيمان يقعون في حبائل الشيطان لذلك الشرع أراد إغلاق الباب على الشيطان منافذ الشيطان يسدها منافذ النفس يسدها مثلا من الاحكام الشرعية الخلوة بالأجنبية إذا رجل وامرأة ليسا محرمين لا يجوز لهما أن يكونا في مكان هسه في غرفة في بيت لا يتمكن آخر من الدخول عليهما بس هذا بين قوسين نذكره مثلا الآن في بعض البلدان متعارف أكو بيت. هذا البيت تسكنه عدة عوائل في غرف متعددة مثلا أحيانا يخرج الرجال، النساء، الأطفال، تشوف يبقى في البيت رجل وامرأة ليسا محرمين. هو ومرت أخوه، زوجته طالعة و زوجها مثلا طالع. هو ومرت أخوه ليسا محرمين، هذا ما يجوز. إما أحدهما يخرج من الدار أو يفتحان الباب بحيث أنه إذا واحد راد يدخل من غير سابق إنذار يتمكن من الدخول. في الحديث إذا خلى الرجل بالمرأة الأجنبيين فثالثهما الشيطان. الخمر حرام. الله سبحانه وتعالى جعل الخمر نجسة. جعل فيها الحد. الخمر لا يملكها المسلم. مثلا، مجموعة أحكام. ليش؟ لأن هذه الأحكام سور وحصار حول هذا المحرم فعلى كل حال الزنا جريمة شنيعة لأن فيها تحطيم للأسرة من جهة وإذا خلق ولدا من الزنا هذا الولد راح يكون مشرد هذا قطع النظر عن الآثار التكوينية اللي تلحقه آثار اجتماعية، وعادة يصير مجرم لأن ما متربي تربية صحيحة، والناس يشمئزون منه، ينظرون إليه بشزر، هاي اجتماعياً وتكوينياً أيضاً حالات الحالات النفسية للأبوين يؤثر على الطفل، الشارع لأجل أنه لا ترتكب جريمة الزنا. ولا ترتكب جريمة استيلاد ولد الزنا، جعل حدودا جعل حصارا، من جملة ذلك انه العقوبة في الزنا شديدة، وأحكام شرعية كثيرة تترتب عليه، ومن جملة ذلك أن ولد الزنا لا يمكن أن يكون قاضيا ولا شاهدا ولا إمام جماعة ولا مرجعا ما يصير. ليش؟ لانه اذا هذا صار قاضي امام جماعه مثلا شاهد قبح الزنا في نظر الناس يزول. ينظرون اليه نظره طبيعيه. الان مثل المجتمعات الغربيه قبح الزنا عندهم قد زال. ما في قبح. الشارع جعل حدودا فلذلك واحد لا يقول انه هذا ابن الزنا شنو جريمته؟ لا هو مو مجرم لا تزر وازرة وزر اخرى واذا آمن وعمل الصالحات الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجره لكن الناس ليتوجهون الى هذه الجريمه جعل حصار وهذه الاحكام من جمله الحصار. قلت ان الحكم ابن عتيبه يزعم انها تجوز يعني شهاده وله الزنا مقبوله فقال اللهم لا تغفر ذنبه يفتي بغير ما بغير علم. ما قال الله للحكم وانه لذكر لك ولقومك. هذه الايه لم تنزل في الحكم ولا غير الحكم، هذه الآية نزلت في الرسول وفي الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما مرت أحاديثه سابقًا. لقومك يعني مو قريش، مو العرب، مو بني هاشم، لا، قومك يعني الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وإنه لذكر لك ولقومك. هذه الآية نزلت في الأئمة ما نزلت في الحكم. القران ذكر لهم فهم يعرفون ظاهر القران وباطن القران والاحكام التي تدل عليها القران فليذهب الحكم يمينا وشمالا فوالله لا يؤخذ العلم الا من اهل بيت نزل عليهم جبرائيل عليه السلام الحديث السادس وهو اخر احاديث هذا الباب عن سلام بن سعيد المخزومي قال بينا أنا جالس عند أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق إذ دخل عليه عباد بن كثير عابد أهل البصرة وابن شريح فقيه أهل مكة قال من العام وعند أبي عبد الله عليه السلام ميمون القداح مولى أبي جعفر عليه السلام ليش اسم هذا مذكور في أخير الحديث تبين فسأله عباد ابن كثير فقال يا أبا عبد الله في كم ثوب كفن رسول الله صلى الله عليه وآله كم قطعة قماش كفن الرسول كان في كم قطعة قماش قال في ثلاثة أثواب ثلاث أقمشة لأن الواجب شنو هو مئزر وقميص وإزار أحدهما يستر ما بين السرة والركبة والاخر يستر من الصدر الى نصف الساق والثالث يستر جميع البدن. ثلاثة قطع. قال في ثلاثة اثواب ثوبين صحاريين وثوب حبر. صحار منطقة في اليمن الان هم معروفة. حبر هذه في ذلك الزمان كانت تأتي من اليمن، اجود الأقمشة اليمنيه من البرد، البرد اليمني اجود انواعه كان يسمى حبره، فالرسول صلى الله عليه واله كفن في ثلاثة قطع من اقمشة اليمن، اثنان من صحار والثالث حبره، طبعا هو المستحب أن يكفن الميت في البرد اليماني فلماذا ثوبين من الثياب كانا صحاريين الإمام الصادق يقول وكان في البرد قلة ما كان يحضرهم برد يماني لذلك إحدى القطع صار من الحبرة وقطعتان صارتا من القماش الصحاري فكأنما مزور عباد ابن كثير من ذلك قطب وجهه الإزورار الميل عن الشيء يعني ما عجب هذا الكلام من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق شافه هذا ما عجب هذا الكلام ولعله أنكره في قلبه أنه هذا شنو يقول مثلاً الامام الصادق ذكر كلام اللي هو ما فهمه بعدين سال هذا المعنى هذا الكلام عن ميمون القداح فقال ابو عبد الله عليه السلام ان نخلة مريم انما كانت عجوة ونزلت من السماء فما نبت من اصلها كان عجوة وما كان من لقاط فهو لون. الامام ذكر هذا الكلام ما فهمه شنو مقصوده. الروايات تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام من طين، ومن فاضل ذلك الطين خلق حواء، وأيضًا فضل في الطين فضلةً، شوية زاد الطين، من ذلك الطين خلق النخلة، النخلة مخلوقة من فاضل طين آدم وحواء. وحينما اهبط الله سبحانه وتعالى ادم الى الارض اهبط معه تلك النخله فهذه النخله بقيت الى ان ماتت يبست وتكاثر النخل عن طريقها كانت يابسه الى ان مريم عليها السلام حينما حملت بعيسى جاءت الى جذع النخله وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فلما اتكأت بذلك الجذع الله سبحانه وتعالى اورق تلك النخله واثمرها رطبا جنيا يعني مقطوعا هذا بالنسبة إلى النخلة زين هاي النخلة عندما نزلت مع آدم النخل انباته عن طريقين إما تجيب فسيل تقطع من نخلة وتجي تزرعه هذا النخل ثمره أجود أنواع التمور ويسمى عجوة لذا تمر المدينة غالبا من هذا النوع الجيد اللي يسمى عجوة. لكن إذا أخذت النوى وزرعت ذلك النوى ذلك النوى ينمو يصير شجر نخل لكن ثمرة رديء. الإمام الصادق شنو يقول؟ إن نخلة مريم إنما كانت عجوة يعني أفضل أنواع النخيل. ونزلت من السماء يعني مع ادم عليه الصلاه والسلام وبقيت الى ان يبست صارت جذعا ثم بالاعجاز الله سبحانه وتعالى حينما اتكأت عليه مريم اورقه واثمره فما نبت من اصلها يعني من الفسيل اللي يؤخذ منها كان عجوه افضل انواع التمور وما كان من لقاط أو لقاط. اللقاط ما يلتقط من هنا وهناك من النوى وغيره. واللقاط بالضم الساقط الرديء. وما كان من لقاط فهو اللون. اللون أردأ أنواع التمور يسمى لون. الإمام ذكر هذا. ما افتهموا شنو مقصود الإمام فلما خرجوا من عنده قال عباد بن كثير لابن شريح والله ما أدري ما هذا المثل الذي ضربه لأبو عبد الله فقال ابن شريح هذا الغلام يخبرك هذا مولى لهم فإنه منهم يعني ميمون فسأله قال المقصود شنو هو هذا المثل فقال ميمون: اما تعلم ما قال لك؟ الامام شنو قال لك؟ عرفته؟ قال لا والله، قال انه ضرب لك مثل نفسه فاخبرك انه ولد من ولد رسول الله صلى الله عليه واله، وعلم رسول الله عندهم شلون العجوه من فسيل من تلك النخله اطلع اجود انواع التمور فهو ولد من ولد رسول الله صلى الله عليه واله، فعلم رسول الله عنده. أما أنت وأمثالك مثل النخلة التي نمت من النوى من النوى. فما جاء من عندهم فهو صواب. وما جاء من عند غيرهم فهو لقاط رديء. أخلوط الحق والباطل بأهواء يقول شيء غالبا هذا هذه الأهواء تضل عن سبيل الله إذا الإمام قال لك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفنا هكذا وهكذا وهكذا فهو من أهل الدار وأهل البيت أدرى بما في البيت هسه أنت عجبك لو ما عجبك في هاي المسألة لو في آلاف المسائل والقضايا الأخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بهم والاقتباس من علومهم، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين